قال القائد إسماعيل: لن نعترف بإسرائيل. قال القائد إسماعيل: هذا النهج ولا تبديل، لو خضعت كل الدنيا بكفل من سلفينا. والله تعبنا كل يوم بتمكن لمكان، كل يوم بتمكن لمكان. وين بنروح يا رب؟ وين بنروح يا رب؟ يا رب خد راحنا يا رب. وين حتوقف معنا الدول العربية؟ وين؟ وين الدول العربية؟ شوف وش بيصير فينا، حد معبرنا؟ كلنا تفرقنا يا الله، تعبنا يا رب. حد تدور علينا يا رب، والله ما حد تدور علينا يا رب. لينا الله.